طيب نبلش بالبداية. انتوا طبعا شايفين، واضح بالنسبة لكم؟ اوكي. اثار زواج القاصرات من الناحية الاجتماعية. كنا بنسمع بالاجتماعي صح؟ كلمة اجتماعي، حياة اجتماعية، وضع اجتماعي، علم الاجتماع. بس ما بعرف انا هلا بالنسبة لكم شو رأيكم بهالصورة الحلوة؟ شو رأيكم؟ يعني لاحظوا انتوا انه هي مش بس وضعها الفكري، وضعها الفكري حط المايك. طيب بعلي صوتي عشان صوتي يكون واضح، لازم انتوا تسمعوا. يلا تفضلوا. الطفلة اللي هون مستوى تفكيرها وهو ماسك ايدها، لكن هي بتفكر بطريقتها، وهذا اللي احنا بدنا نقول لكم اياه، انه كل انسان بيكون بيفكر بطريقه معينه، وهي طفله صغيره عم تفكر بطريقتها، تلعب من الموبايل، حامل اللعبه وعم تضحك هي. يعني هي مش عارفه وما وراءها. طيب، كلنا فكرنا مع بعض، شو رايكم بالمشهد؟ وما بعد فرح الطفوله. صح؟ خلينا نحكي مع بعض. في مجالات يؤثر عليها الزواج المبكر، ثلاث مجالات. في عندكم مجال، لأنكم بتحفزوا لي هلا العصف الدهني عندكم، بتحكوا لي شو هن ثلاث مجالات؟ نسمعها بتقول الأسري، نعم. الصحي والنفسي. كمان مين بيحكي أشياء ثانية؟ مجتمعي. إيش كمان؟ قانوني. مجتمعي يعني قصدك الاجتماعي. ممتاز. كمان؟ قانوني. شو؟ قانوني يعني بيأثر عليها؟ نعم نقول نحن تعليمي. طيب خلينا نشوف مع بعض مين اللي حكت حالة نفسية زافة لإلها. وهي على كل حال لها أكثر من زافة الصراحة، لأنه هي حكت كمان عن الحالة الصحية، والأخت هناك زافة لإلها لأنه هي قالت عن الاجتماعي ومهم. زافة أشوف أعلى من هيك عشان نحس نايمين، نصحيكم يعني بالآخر. الحالة الاجتماعية مهمة جدا ورح نحكي عليها، وتطرقنا لموضوع الحالة النفسية والصحية. طيب شو الآثار الاجتماعية بنظركم؟ طيب بس أسألكم سؤال، شو يعني اجتماعي؟ لحظة شوي. طيب لما أقول اجتماعي شو يعني؟ لا انت حكي حلو، لحظه شوي، هي بتقول بعرفش اتعامل مع الناس، حلو، هذا جزء من الاجتماعي بس ايش؟ سلبي، ولابد من يكون شخص اجتماعي. شو يعني شخص اجتماعي؟ قادر على معلش، مش كل اجتماعي، مش كل اجتماعي متعلم، سوري انا فكرت ليه. معلش خلينا نعطي فرصه لخالته، انا ما حكيت، انت انك حكيتي بس تفضلتي، تفضلي. مش كل متعلم اجتماعي. طيب انا بدي، انتوا بتعرفوا انه اجتماعي بس انا حسيت يعني عشان هيك انا حطيتها. مش عارفين شو يعني اجتماعي. شو يعني اجتماعي؟ علاقاته مع الناس، تعامله مع الناس. والله زافه زافه لل هذا الدنيا على يقدر يفهم وتفهمي، يعني بصير بينك وبينه ايش؟ حوار. يعني ايش نسميه؟ انسجام، تفاعل، حوار. ممتاز، هذا اللي احنا بدنا اياه، تفاعل والتعايش. طيب لما تكون بنت صغيره هالقد هيك سنفوره صغير، تعرف تتفاعل مع الناس، تعرف تتحاور مع العالم، فاذا هاي ايش بنسميها؟ الحياه او الناحيه الاجتماعيه. صح ولا لا؟ فاذا هذا اللي بدنا اياه. لاحظوا انه موضوعنا هون بيحكي طوعا او لا طوعا، يعني انا مضطره اتعامل مع حماتي، انا مضطره اتعامل مع بنت حماي، هذا اشي غصبت عني. صح ولا لا؟ انت كمان مع كنتك، مع انه ممكن انا شخصيا ما يجي مودي عمودها، لكن هذا الاشي ما له خص. نحن بنتعلم اشي اسمه الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي. ايوه، كيف بقدر انا اكون علاقات اجتماعيه ناجحه؟ بنسميه ذكاء اجتماعي.
كيف بقدر أكون علاقات مع نفسي وكل إنسان بتعامل معاه بنسميه ذكاء عاطفي، تمام؟ كيف أنا بدي أتعامل مع الناس بالعلاقات بنسميها مهارات تواصل واتصال، يعني لغة الجسد. فأنت كيف بدك من طفل صغيرة أصلاً ما تربت كيف تتعامل، كيف تكون ذكية، كيف تكون ذكية مع زوجها، كيف تتعامل معه بذكاء، كيف تخليه مبسوط تكون هي مبسوطة، كيف تتعامل مع حماتها. أيوة. طيب لاحظوا هلا هون شو في عنا، لاحظوا هالصورة، هاي المسكينة. طيب بدي أسألكم شغلة، في عنا أثار للزواج القاصرات تظهر على أشياء مهمة كتير، أربع أشياء، خليكم معاي عشان نكتشف مع بعض شو هن. شو بتتوقعوا أول إشي يظهر عليه من الزواج المبكر الأثر؟ يعني بيكون أول إشي والله زافي لكم كلكم، يعني هاي صراحة أنا يعني توقعت إنكم ما تجاوبوها بس طلعتوا عن جد رهيبين يعني صراحة. طيب الشغلة الثانية اللي ممكن يظهر عليها أثار اجتماعي، وين؟ على مين؟ الأسرة برضو كمان زقف كتير، الأسرة روعة كتير كتير، انتوا رائعات عن جد وبالترتيب. طيب نشوف الثالثة، وين كمان رح يكون في أثر؟ على المجتمع، روعة زقفولة على المجتمع، رائع. طيب هلأ يا ستار، ظهر على الفتاة، ظهر على الأسرة، ظهر على المجتمع. طيب في إشي مهم كتير تعملوا هذا، هاي الأم أو هاي البنت تزوجت من خلال التوقيت على الأولاد. طيب بإيش على الأولاد؟ بالله زقفة كبير، لا لا كثير بدع اليوم أنت، لا يعني صراحة رهيبة. أنا بعيش بدون تسعة فكرة حالي، أنا كنت عايشة أنا وياها من عمرها 17 سنة ولا يزال بعملها زي بناتي. ما شاء الله عنك، والله زقفة لإلها، بالله زقفة. صبايا طبعا كلكم صبايا أنا بنظري، لأنه الصبايا هن بالإيش؟ بالقلب وبالروح، صح؟ طيب لاحظوا عنا هون المشهد اللي شايفينه، شو صبية هون؟ طب بس شو في عندها هون إشي؟ هون لا ما بتلعب، شوفوا لي إياها، شو القصد؟ شو القصد أختي؟ بالله زقفة للدكتورة خولة، هن مغطين على عيونها، زوجوها زواج مبكر معطينها صورة أخرى عن الحياة الحقيقية. ليش؟ لأنها هي مش شايفة، صح ولا لا؟ معلش الأهل هن الرؤية لأولادهم، ماشي؟ الأهل بعاطفتهم، محبتهم، تواصلهم، قربهم، التربية بالحب، بيستقطبوا بناتهم. البنت اللي بتروح بتدور على شباب تحبهم ليه؟ مفقود الإشي بالبيت. وين في أب بقاعد بنته بحن عليها؟ وين في أم بتقاعد بنتها وبتحضنها وبتتعامل معها بكل مودة ومحبة وحوار ولغة انصات؟ تيجي البنت على البيت، ماما في عن شغلة بالمدرسة، حلي عني يلا لحق الطبخة. طيب بسمع لك بعدين، مش سامعة، بتقول احكي ماما، بتكون ايش مالها؟ بتطلع على فيلم، على مسلسل، طبعا ما فيش انصات، لا ما فيش انصات، بتكون قام تحكي لها بس هي اصلا هي مش ايوه. شوفوا الفرق بين الشغلة هاي، لما انا اسمع واخلي كل جوارحي مع الشخص بفرق ما بين والله تيجي تقول لي والله اولادي ضايعه، مستقبلي ما بردوا علي، بيعملوا لي سربرايز زي جارتي ام محمد، بيعملوا لي شيء كذا. طب ما هي تراجع حالها، ما بتسمعهم، تحكيش معهم. والله انا طول نهاري قاعده مع بناتي، بتكون قاعده بالغرفه، يا بتحكي على التليفون، يا على الواتساب، يا اما بتشتغل إشي بايدها، بس مش معهم بجوارحها، مش معهم بقلبها، بعقلها، بكل شيء. يعني بتحس حالها انه هي معاهم، لا انت مش معاهم، انت معاهم لما تقعدي مع كل واحد من اولادك نص ساعه كل يوم، تقعدي معهم كلهم باسره كامله، تعلميهم شو يعني التعاون، محبه، مودة، ترابط، صح ولا لا؟ طيب خلينا نحكي بشكل سريع، الفتاة تتعرض إلى آثار بالأمور التالية،
فقدان هويتها، الحالة النفسية، الحالة النفسية، الحرمان، الكرامة، العلاقات والوعي. لاحظوا هون يعني كيف مسكينة وضعها. نحن عشان الوقت، مثل ما تفضلت الدكتورة زميلتي كانت رائعة جدا بطرحها لكم عن الناحية الصحية، المشاعر والانفعالات النفسية مهمة جدا جدا، من ناحية انه بصير عندها مشاكل اكتئاب وقلق، ازدواجية في طبيعة الشخصية، اكثر من شغلة حكيت لكم مرض نفسي. هذا الحكي ليش؟ انت لما تكوني عايشة طفلة بكل تصرفاتك، ماشي، وفي اشياء خاصة يعني انت ما حدا بيجي بيحكي معك الا مثلا تلعبي تحركي وتتفاجئ انه في واحد اشي مختلف بطلب منك، ما عندكش وعي شو رح يصير بهاي الانسانة. اكيد رح يصير عندها دائما خوف وشعور بقلق وعدم استقرار، ما فيش عندها توازن عاطفي لاني مش بتميز. شو يعني ما بحب بابا؟ بحب ماما، اخواتي، زوجي، شو زوجي يعني؟ فيش. طبعا هذا شيء مهم كتير يا اخواتي. هلا عادة الذات لها جزئين في تكوينها، الجزء الاول الشخصي والجزء الثاني المحيط. انت بتكوني ذات بنتك او ابنك، صح؟ فلما يصير عنده تدني بمستوى الذات يعني هو انسان فاشل او انسانه فاشله، تمام؟ هاي الانسانه بصير عندها تدني في مستوى ايش؟ مستوى قيمه الذات. ليش؟ لانه هي اصلا تخفق في كل شيء. كيف يعني تخفق في كل شيء؟ متعودة لا بتسكر البواب، لا بتسكر اسطوانة، لا بتطبخ، لا بتسوي، فيش وراها مسؤوليات، تيجي فجأة بوب ولا هي داخل على اشي عمرها ما عملته. هلا دائما اي شيء بتعمليه لازم تدربي عليه، صح ولا لا؟ بدها تدريب. والدكتور زميلنا كمان الله يسهل عليه الفضيلة الشيخ حكى لكم اشي كتير رائع عن انه البنت هلا بوقتنا بتدرس مش متدربة على طبخ وبيت. زمان اول كانت البنت من هي صغيرة اول ما تطلع تفتح عيونها بتنقر كوسة، بتلف ورق دوالي، وبتسوي بيت، وبتعمل شراشف لإلها. وقال لك شغلة، بيكون عمرها 13 سنة عاملة جهاز لإلها. ليش؟ لأنه تفكيرها في الزواج. نحن هلأ عنا صار التفكير علم وزواج، ننوازن يا جماعة، توازنوا بهذا الإشي، أوكي؟ طيب، الحرمان. طب مين يحكي لي شو أكتر إشي بتنحرم منه هاي الطفلة في الزواج المبكر؟ بدنا مشاركين. طيب شوي عشان نسمع من الكل، تفضلي. حلو، يعني تنحرم من مين؟ اهم ناس امها وابوها، رائع جدا. تنحرم من مين؟ من امها وابوها، من ذاتها، طفولتها، يعني زي ما قالت تعليم حكت هناك. مين كمان بيحكي لي؟ ممكن صحتها بتتاثر كمان، اللي هي العلاقه الاسريه والوالديه كمان، طفولتها كمان، تحقيق ذاتها. حلو كتير، اللي هي البناء حكته كمان الدكتورة عن البناء. طيب هلأ لاحظوا معاي، أول إشي تنحرم من أبوها وأمها، يعني هي بتكون بصراحة يعني اللي عمرها 14 سنة نايميها مثلا بمكان بعيد. زي امبارح أنا كنت في مخيم تخييم يعني مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، برضو حمل 16 يوم. كنت يعني عندي عملت لهم ورشه تدريبيه عن هذا الموضوع. بتقول لي انا اول يوم نمنا هون صرت ابكي، بدي ماما، عمرها 17 سنه. شوفي، فاذا معناته ايش؟ انت بتحرم بنتك من عاطفه الامومه والابوه والاخ وعلاقه الاخوان. تطلع ما بتعرف اخوها، بيجي بقول لك والله ما في علاقه بينها وبين اخوها ولا اختها. ليش؟ فيش، ما عرفت اخوها اصلا، هي ما عاشت معه. طيب الحرمان من حق التعليم مثل الاخت ما قالت، الحرمان من حق العمل. يا جماعة ما حدا فيكم انطرق لهذا الموضوع، يعني العمل شيء مهم بالحياة. معلش، العلاقات الاجتماعية الشخصية بدها تتعلم تتعامل مع الناس، حكينا في البيت، في المجتمع، في العمل، تكون متربية على كيف تتعامل مع الناس، صح؟ علاقاتهم الاجتماعية. طب هاي المرأة اللي زوجت صغيرة ما عندهاش خبرات، لا سمح الله ممكن تكون معرضة لوفاة الزوج، لمرض الزوج، لظروف، لطلاق، كيف بدها تمكن نفسها؟ اذا تمكين المراه، واي من وين بيجي تمكين المراه؟ تمكين المراه ياتي من التعليم والعمل، تمام؟ لازم يكون معها شهاده على الاقليه، قرش بايدها. يا ستي طلع زوجها بخيل وهو وعندها اولاد بدها تتطلق، بتعين نفسها.
اقل ما فيها. فاذا هلا يعني احنا بالنسبه لنا كمان باعتبار انه نحن مع الاصلاح الاسري، انا بعتبر البخل حاليا مش شيء يعني ممكن يؤدي للطلاق، ممكن تنحل المشكله. هلا انا بحكي لما تكون المراه مكني حالها بصير موضوع الطلاق اخف من ال صبايا. يا جماعه انا بحكي لكم شغله، لما تكون المراه مش متمكنه وزوجها بخيل بتموت من الجوع ولاد بتطلقوا. بس هلا نحن وراء الطلاق بموضوع نفسيه الاطفال وحالتهم هذه كثير صعبه، بس احنا قدرنا نحد من هالشغله بتتمكن المراه ماليا وخلي جوزها هو حيط زي ما بدها، ضلي راكي ولا ضلي حيطه ولا ايش بسموه، يعني موجود وهي بتصرف، بتحد من مشاكل ايش النتائج اللي ممكن تصير مع اولادها من ناحيه الطلاق اللي بنزتوا بنسالش عنهم اب ام. تمام، انتم مبسوطين يعني منفعلين حاسسكم. طيب حق الحمايه، ما بيكون عندها قدره عنها تحمي نفسها صح، وبالذات لما تكون مزوجه من واحد كبير. طبعا ما في ما عندهاش حق في اتخاذ القرار صح ولا لا؟ فاذا هي لما تتخذ القرار بحقها وايش كمان بحق اولادها. ما تكون طفله مش واعي ومش متعلمة، جوزها جوز بنتها ودى ابنها ليشتغل، مسكينة عاملة هيك خايفة يطلقني. وطبعا محرومة من حق النماء. النماء شو يعني؟ انا لما اكون صغيرة بحتاج الى ناس ساعدني في البناء، طبعا هذا الحكي من خلال ايش؟ التعليم، الممارسة، التدريب، تكوين شخصيتي، من خلال ايش؟ كل هاي الامور الموجودة. طب انا ما ادخل عمري صغير على الزواج مش فا ما فيش شيء ابنيه، انا اصلا مش مبنية. تفضلي. مثال على هالشيء هذا عندنا بالمسجد، مرة يعني اولادها مزوجيتهم ولسه طبعا تزوجت مثل ما بتحكي صغيرة وتعرضت للعنف والى ذلك من قصصها، لحد الان مش قادرة انها تاخذ قرار بعد انها كبرت ولا ما شاء الله، بس خلص بتحكي انا اخذ قلبي صح. لا يعني كمان هي صار عندها حاله من الاحباط وحاله من ايش حكينا كثير مهم اللي هي ايش صار في تقدير ذاتها، ما في عندها تقدير للذات. تمام، وهذا الشيء مهم من ناحيه ايش تكوين هويتها اللي رح نحكيه كمان. الكرامه طبعا تتعرض للعنف سواء كان هذا العنف لفظي او جسدي. اسكتي تحكيش تدخليش، هذا القرار ما بيعود لك. انا هدول اولادي وانا حر فيهم. طبعا ما بيكون لها قرارات لا في مدرسه لا في رحله لا في طلعه ولا في شيء. طيب هلا هون العلاقات، وهي كثير بتهمنا جدا لانه هي من اكثر الاسباب للطلاق. طوشه هي وحماتها، طوشه هي وبنت حماها، سودت وجهي قدام الجيران، تهوشتي والجاره، مش عارفه تتعامل مع فلانه، مش عارفة تعمل مع اعلان تاني. فاذا العلاقات اهم شيء في الزواج صح ولا لا؟ هلا دائما بيحكوا هذا المثل زي ما طرقنا لانه قبل شوي، طب الجره على تمها تطلع البنت لامها، مع انه هلا صارت لابوها عم بيقولوا. فهلا عاده الام الذكيه، الام الذكيه اللي بتعرف تتعامل مع بناتها، الام الذكيه بتعرف تتعامل مع بناتها تنتقل الخبرة لمين؟ للبنت. طب هلا البنت عمرها 13 سنة، 13 سنة عمر البنت، هل انتقلت الخبرة ولا لا؟ لسه ما تعلمت اشي من امها صح ولا لا؟ فاذا العلاقات تحتاج الى وقت، معلش حكينا اول اشي ما عندها مهارة صح؟ بعدين فيش تواصل واتصال، ما فيش عندها اللي حكينا عنه ذكاء عاطفي ولا اجتماعي، ما عندهاش لا خبره ولا ممارسه ولا تدريب، ما تدربت، لانه الانسان مرات يخطا صح؟ الام بتعلم بنتها لما تخطا، مزبوط ولا لا؟ فاذا انت لما بتعلمي بنتك مثلا تعاملت مع بنتها ما بطريقه خطا، لا ماما مش هيك، لازم تكوني هيك، هلا ما اعطت مجال لتتعلم، وين عم تخطا؟ عند جوزها، جوزها بتحملها؟ طلاق، حردانه، بتتجوز اول سنه بتحرد 3 اشهر، بترجع عند جوزها شهر، بترجع بتحرد 6 اشهر، بترجع عند جوزها شهر، بتجيب اول ولد، بتحرد وترجع، بعدين اخر شيء على 5 سنين طلقها هي والخمسه اللي جابتهم.
كيف هاي؟ وبعدين مش بس هيك، او انه بتعيش لحالها في قمقم، لا بتروح قطيعة، بتحكيش لا مع حماتها ولا اولاد حماها ولا مش عارف سلفتي وملفتي وقصص ومشاكل والى ذلك. تمام؟ طيب، وهذا الاشي وين بصير؟ وين الزبدة؟ بنتقل للابناء. فالام المقطوعة والقطيعة والمشكلجية بصير اولادها ايش؟ ولا عشان هيك لما يجي يقولوا بدك تخطب لبنتك تطلع عبين على امها، صح ولا لا؟ طب كيف لما تكون هاي الام كانت صغيره وجوزت صغيره وجوزت بنتها صغيره طلعوا دمار؟ تمام، وصلنا الفكره. طيب جدا هذا كتير مهم يا جماعه، الوعي. كتير حكينا شيء مهم، قلنا البنت اسم الله اسم الله. هلا المناطق نحن الجبليه والمناطق اللي احنا فيها الحاره، البنت بتبلغ اسرع من المناطق الثانيه، فبتحسي ما شاء الله بتكون صف يعني سابع، بتحسيها كانها صارت ايش زي مثل الوحده عمرها 20 سنه، جسدها بكون منظرها كامل. وكيف هذا الجيل الجديد هلا اللي ما شاء الله بتوصلك صف خامس مسكارة وبتستشور شعرها وبتعمل لي ميش وبلياش، تطلع عليها تفكريها عمرها 20 سنه. يا امهات اتمنى بالاقناع وبلغه الحوار تقنعوا بناتكم انه في شيء اسمه طفوله. يعني انا بشوف الام ماخذ بنتها على الصالون تعملها بلياج ولا نص شعر ونص شعر وهي بنتها لسه عمرها صف سابع. يعني انتم كمان هاي الاشياء فيها نقله نوعيه. طيب خليكم بس معي عشان ابدا افيدكم ونحن عم نتناقش اصلا، نحن بنتحاور. هلا هذا الشيء بيدخل في تاثير الام وتربيتها، صح؟ فاذا هلا انت ضروري عليك شيء مهم كثير، وكل وحده فيكم يا اخواتي هي عباره عن انسان ورسول لكل انسان ممكن يتعامل معه. انت وين ما تروحي بتشوفي اي ام اي بنت، إذا كانت تقدر تحطي بصمة وتأثري عليها في هذا الشيء، عن جد أول شيء مين رح يشكرك؟ رب العالمين، لأنه إحنا خلفاء الله في الأرض. فأتمنى منكم يا جماعة اللي عاشت شيء اللي شافت شيء تكون هي ناصحة. نحن مش ضد الزواج، الزواج هو السترة، لكن في الوقت المناسب. وإنتوا كأمهات يا أخواتي الله يسعدكم، أنت عشتي الجو، عشتي حياة الأم، عشتي التعب والنوم ما تنامي، وشو يعني مرض، شو يعني إجهاض، شو يعني ولادة. هل أنت الوحيدة، مش الأب تستطيع تقيمي إذا كان بنتك هاي تستطيع الزواج ولا لا؟ صح؟ والله لو عمرها 24 وما بتستحق الزواج بقول ما بتتزوج، صح ولا لا؟ نحن خلينا نكون إيش واقعيين ونعيش الجو. وإذا أنت إلك أخت إلك جارة عندها مشكلة في هذا الأسلوب وعندها فكر فيهوش وعي، فيش عندها وعي، يا ريت تنقلوا لها اياه بطريقه ايش؟ طريقه حلوه وجميله، مش انت هبله تجوزي بنتك، لا، مش اسلوب. ممكن تلقي لها اياه بطريقه ايجابيه وبسرد القصه مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يوصل الاشياء بطريقه سرد القصه. ما يحب يسيء لحدا، ما كان يحب يقول لك انت ما مش عارف تربي او انت كذا، فهمتوا كيف الفكر؟ هلا نحن هذا اللي بنبحث عنه، انه هاي الطفله ما عندهاش وعي فكري، وعي اجتماعي. تمام؟ فهذا فيش عندها نضوج، عشان تنضج تحتاج الى وقت. وفي عندها حالتين من النضوج. اول حاله اللي هي من خلال التعليم، وهذا بنسميه تعليم اجباري بالمدارس، توعى من خلال تعليمها الاجباري بالمدرسه. الوعي الثاني من خلال الاهل والثقافه المجتمعيه، فهمتوا كيف؟ ثقافتك كمجتمع، منزوج صغير البنت خلص ثقافتها صارت بتجهز حالة تجوز صغيرة، فهمتوا كيف الفكر؟ فإذا نحن هذا الشيء لازم نركز عليه بالنسبة للوعي. ما بتعرف تتعامل مع الزوج ولا المحيط حكيناه، وأبنائها طبعا وأعمارهم، بتعرفش تدافع عن حقوقها، وحكينا هذا كله، تتخذ قراراتها وحل مشاكل، أهم شيء حل المشاكل. ما عندهاش قدرة على حل أي مشكلة، وحتى كانت المشكلة تافهة. تمام؟ إنه لدرجة إنها بتحمل حالها تلم أواعيها تروح عند أهلها. مع إنه نحن دائما بنقول انه اي مشكله بتصير معاكي اذا كنتي متزوجه حليها مع زوجك، ما فيش داعي تلجأوا للاهل، لانه الاهل اول شيء عشان تكونوا بالصوره.
اكيد طبعا هذا الاشي. اهم اشي بتعرف شو هو؟ بتكوني انت وزوجك متقاتلين بتحبوا بعض، موضوع تافه، احردي تروحي عند الاهل تحكي لابوكي شو صار معاكي بكرهه، تحكي لامك مش طايقته، تحكي لاخوكي مش عارف ايش، شو عملتي؟ رجعتي لجوزك، كونتي صورة سلبية للزوج، بصيروا الاهل بكون هو منيح، موقف تافه وصار كلنا بنغلط. وين المشكلة؟ انه الاهل خلاص اخذوا صورة سلبية عن الزوج. فهذا الاشي اللي عم نواجهه نحن، كل ما طلقيه شو بدك فيه؟ زدتيه؟ هذا الحكي كله مش منطقي، صح ولا لا؟ فإذا نحن بنحكي ما بدنا نعلم بنتنا كيف تكون عايشة بمملكتها، شاطرة، فنانة، امتى تتخذ قرار مناسب، امتى تحل مشكلة مناسبة، امتى ما تلجأ لأهلها، مش كل ساعة والتانية طب ولا هي رايحة لعند أمها أو 24 ساعة تليفون مع أمها. كمان هذا حكي مش منطقي، في أسرار خاصة. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وصلنا ما نحكي كل شيء عن العلاقات الزوجية ولا لا؟ فإذا نحن لازم يكون في عنا إيش؟ فكر ووعي. وهذا ننقله لمين؟ لبنتنا. سريعا بدي احكي لكم شغله. هلا نحن حكينا عن ثلاث اشياء، خليكم معي عشان فيش معنا وقت، بنعطي فرصه لاخت تحكي. حكينا عن الاسره وحكينا عن المجتمع، خلينا مع بعض شوي، وعن التربيه. صح، اكيد هاي الانسان اللي راح تاثر على الاسره ما راح تكون اسره صحيحه، ما يكون عندها الجيل اللي تربى جيل واعي ومثقف وعنده بكل ناحية من نواحي الحياة العلمية والثقافية والدينية، كل إشي مش مهيأ لإيش؟ لهذا البناء. وبالتالي الأسرة مفككة، طلاق، مشاكل أسرية، تمام؟ وهذا كله بيأثر على وين؟ على المجتمع اللي هو ثالثاً المجتمع. المجتمع لما تكون الأسرة الصغيرة مفككة وبتكتر عنا الأسر المفككة والمشاكل هاي كلها، شو بصير؟ بصير عنا مجتمع متفكك، مجتمع ما فيه مثلا ناس واعيين قياديين. نحن بنسعى لإيش؟ تنمية المجتمع. فهذا بيؤدي إلى مشاكل في التنمية المستدامة، المجتمع بصير ينزل ويصير فيه هبوط، تمام؟ فهذا الاشي نحن بهمنا كتير. واخر اشي اللي هو رابعا اللي هي على التربية والتعليم. الام لما تكون صغيرة وطفلة، عملوا كتير دراسات، ومن ضمن الدراسات اللي اكتشفوها ان الام تحت سن 19 سنة وجدوا انه اولادها عندهم مشاكل في العلم وفي التعليم وفي التربية، والام اللي فوق 19 سنة ما عندها مشاكل وكانت الامور ناجحة. فاذا تربية الاولاد تعتمد على وعي الام، معرفتها، صح ولا لا؟ تتربيهم من ناحية أخلاقية، تربية دينية، تربية جنسية، تربية علمية، تربية العلاقات الاجتماعية. فإذن كل التركيز على مين؟ على التربية. والتعليم هي بتعلم أولادها، تعليم الطبخ، تعليم الـ كل شيء موجود بده تدريب وممارسة، مين بتعلمه؟ الأم. فإذا الأم تفقد هاي الأشياء، فإذن عندنا التربية إيش مالها؟ صارت فاشلة. ونحن بنعرف أنه مجتمعنا حاليا يحتاج إلى تربية وطنية. معلش الكل، اتمنى انكم انتم تحفزوا ابنائكم وانتم واحفادكم على التربيه الوطنيه والانتماء الوطني. الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على هذا الاشي كثير كثير. ليش؟ واولي الامر منكم، وكل انسان موجود كل واحد اعلى منه انتماء وطني للمكان الموجود فيه، لمجتمعه، لملكه، لكل شيء. هذا لازم تربيه الام. التربيه الاخلاقيه. ونحن الان احنا بنقول ان شاء الله مش الاردن جميل ورائع والحمد لله كلنا عنا اخلاق، لكن نفتقد لجزء من التربية الاخلاقية والتعامل، التربية الدينية والى ما ذلك من انواع التربية. وبعد اطول عليكم، يعطيكم العافية، ان شاء الله تكونوا استفدتوا. الله يعطيك العافية.